اليوم حنتكلم عن نقطة جدا مهمة في الحياة الزوجية. الإنسان بطبعه يحب التجديد، طول المدد أحيانا بتصيب الإنسان بالملل. من ضمن الأمور المهمة اللي لازم يكون فيها تجديد الحياة الزوجية، يعني إيش نسوي؟ أروح أتزوج واحدة تانية؟ لا طبعا. اللي أقصده بأنه زوجتك وأنت يا زوجة مع زوجك لازم بعد سنوات معينة يكون في عندنا تجديد. طيب كم سنة؟ مو شرط بعد سنتين، بعد خمسة، بعد عشرة، لكن خلونا نتخيل الموقف كالتالي. أنا وزوجتي أمورنا ماشية من خير إلى خير، لكن ربما بعد فترة من الزمن نحتاج أنه إحنا يعني لا إراديا نحس أنه نحتاج لشوية تجديد. طيب إيش نسوي؟ في بعض الأشخاص يروحوا إلى عمليات تجميل وبعض الأمور الأخرى، ولكن نسيوا نقطة مهمة وهي التجديد في النفوس. التجديد في النفوس يا أحبتي من ضمن الأمور المهمة ما بين زوج وزوجة. طب كيف يتم هذا التجديد؟ بكل بساطة، مش دائما بنسمع كلمة بتسوي شهر عسل جديد؟ ليش لا؟ تسوي شهر عسل جديد، هذا لو كان شهر العسل الأولاني حقك تمام ها؟ لكن خلينا نقول إنه اليوم بتستعيد نشاط مشاعرك وأحاسيسك، وتستعيد هذا الأمر من خلال حاجة تنجب، والحاجة موجودة على أرض الواقع، سفرة، تغيير لبعض الأمور الخاصة بالبيت، بعض الأمور الخاصة بالحراك اليومي اللي دخل عليه الملل ربما يكون بشكل أو بآخر من خلال تعودي أنا إني أجي مثلا من العمل أجي أحط راسي وأنام، نتغدى، أروح عند الشلة، وفي الآخر أرجع في الليل، وهكذا هي الأمور وتدور الدائرة علينا من يوم إلى يوم. التجديد يا أحبتي يحتاج رقم واحد إلى أني أجلس مع نفسي واستحضر، هل هذا الأمر يلي بيتكرر كل يوم جعل مني إنسان سعيد؟ وهل هذا الأمر بيسعد الشريك معايا والعكس صحيح؟ ولا أنا مبسوط بالحكاية هذه والشريك يسعد ما يسعد، أنا مو شغلي، وأصبحت هذه هي حياتنا، وبالتالي يدخل الروتين علينا أحد الطرفين في علاقة غير مرضية، حتى لو كان يبدي للطرف الآخر بأن الأمور ماشية من خير إلى خير، إلى أنه جوة النفس نحتاج إلى تجديد. هذه نقطة جدا مهمة. طيب ليه التجديد ده؟ عشان ضمان الاستمرارية. أديكم شيء مع فارق التشبيه على السريع. السيارة تأخذها من الوكالة جديدة، بعد سنة سنتين لابد يكون لها صيانة وإعادة أمور معينة، حتى ربما بعض القطع بنرميها وبنحط قطع جديدة، طبعا مع فارق التشبيه ما بين سيارة وما بين أحاسيس ومشاعر بشرية، إنما النفس البشرية أيضا تحتاج إلى إعادة ترتيب فلاتر لو جاز التعبير، وبالتالي يجب أنه أنا أغير من بعض أمور حياتي يلي ربما، مش ربما، ده أكيد بأنه تكرارها سيصيب أحد الطرفين بالملل، وربما الطرفين يستشعروا هذا الملل داخل بيت الأسرة، ولكن أهي حياة وماشية. لا حبايبي، ما في شيء اسمه أهي حياة وماشية. كل شيء أستطيع أنا بقدرة المولى عز وجل أن أحط فيه بصمتي وإني أستعيده مرة تانية وأعيد تلوينه. الإشكالية بأنه إحنا اتعودنا بفكر سائد مجتمعي أنه هي كده الحياة خلاص. والمصيبة الكبيرة كلمة يا عم كبرنا كبرنا، ده أحلى أيام حياتنا لما نتجاوز 40 و45 و50 وننطلق إلى 60. أحلى أيام الحياة لما تكون بتجديد مستمر ضمن فكر متقد، لأنه يبغى يستمر ما في هذه الشراكة. أما إذا كان أحد الطرفين له نوايا تانية ملناش دعوة. اللي يهمني أنه طالما أنت تحتاج إلى أنك أنت تضمن الاستمرارية، لابد أنك تعمل الصيانة الدورية لهذه المشاعر والحاسيس من خلال إعادة ترتيب الأمور عشان لا يصيبنا الملل. محب الحكمة قال لكم الموضوع، فكروا فيها وحلوها. سلام عليكم ورحمة الله.